مربع ماكو الرقم على الدعامية إجباري. شنو يعني؟ من قلت لك ركز لي على اللوحة الشكل الهندسي مالتها اللي هو مستطيل. أكو بعض السيارات التصميم أو الشكل الهندسي مالتها يحتوي على لوحة مربعة. هواية سيارات كلش هواية، تضطر أنت لين الرقم الجديد شكله الهندسي مستطيل هيك صاير يعني بشكل أفقي، فوين يندق؟ وين يتعلق؟ على الدعامية. هذا ما واجه غضب واستياء كبير من قبل الناس، لذلك وضع الرقم على الدعامية إجباري. مصدر في مديرية المرور: لا نمتلك مكان لقص مكان لقص اللوحات المربعة للسيارات، الرقم على الدعامية هكذا يوضع رقم السيارة الجديدة المستطيل إذا كان المكان المخصص للرقم مربعا. فدائرة المرور لا تمتلك مكان لقص اللوحات المربعة. بحسب مصدر في مديرة المرور، وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي استياء واستهجان بسبب تشويه منظر المركبات اللي ظاهر أمامكم. خلينا نشوف الاستياء والاستهجان اللي صار بمواقع التواصل الاجتماعي، شنو كانت ردود أفعالهم حول اللوحات. أول تعليق مستاء من سهاد حسن، تقول: شاطرين بقص الوصولات والغرامات بس ما قادرين يستوردون ماكينة تقص الأرقام. نعم، هذا أول استياء من قبل سهاد. سامو الياس، أنت شنو لبناني؟ يقول: كل هالمليارات المخصصة وتبقى الرعبلة. عزيزي، ما هو تعريف مفردة الرعبلة؟ اللي يعرف هذا التعريف يعني يخلينا اياه. والفوضى وعدم الذوق مو شغلتهم يا أخي، مو يمها أبسط الأمور، واللي تظهر وجه الدولة أمام الشعب عدم مبالاة بكل وضوح. ومخلي ترى هو مخلي هنا علامة تعجب يعني شفتها. محمود دوسكي، تحياتنا إلى أمير خاص دوسكي، يقول: يعني إقليم عنده إمكانيات أحسن من دولة، وين صايرة هاي؟ ما أدري. إقليم عنده إمكانيات أحسن من الدولة؟ الصير، الصير عادي الصير. آخر تعليق من حسين الرحيم يقول: تصريح معيب، فلوس الغرامات وين لعد؟ صدق أي والله، فلوس الغرامات وين؟ يوميا صالخيننا بغرامات، يوم مال حزام، يوم مال 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 شو اسمه اجازه، يوم مال سنويه، يوم مال طفايه، يوميا صالخيننا بغرامه، والغرامه ما شاء الله 50 100000 200000 فلوس، وين؟ وين لعد؟ تخصيص مالي لرادار السرعه وفرض الغرامات موجود، بس شغله تخدم المواطن ما تقدرون توفروها. هذا هو كان الاستياء والغضب العارم في مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع المرور. لذلك نتوسم خير بمديرية المرور العامة ووزارة الداخلية بحل هذه القضايا.